كم احنا ان شاء الله ميعادنا بعد اللي لا هو بقول لك ايه، انا قلت اجي لك بكره عشان ما نتوقعش. طيب سيبني بقى دلوقتي، خليني سعيد شويه بالتوقع بتاعي اللي انت عرضته دلوقتي لغايه بكره ان شاء الله. يعني مش هتقول لي النتيجه كم كم؟ ماتش صعب جدا جدا بالفريقين، وده بطل الدوري وده بطل الكاس، وان شاء الله باذن الله انا اتمنى طبعا الزمالك يكسب، ولكن انا حاسس ان الماتش هيبقى جميل، لان فعلا كل الاجواء اللي قبل المباراه كلها بتدل عن في روح رياضيه بكره في المباراه. تمام، بشكرك كابتن جمال عبد الحميد، وان شاء الله هو ضيفنا غدا باذن الله. وتوقع كابتن جمال عبد الحميد كان من 20 يوم، يعني في الوقت اللي كانت كل الاتجاهات والمؤشرات راحة للكابتن إيهاب جلال وكابتن حسن شحات. كان في الوقت ده احنا اتكلمنا على كابتن حسام البدري وقلنا ان هو قريب جدا 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 وخلاص في الفترات الاولى.